إن شاء الله دكتور، بسم الله الله يعطيك الرحمن العافية. الرحيم، وعلى بركة الله تعالى. محاضرتنا من جامعة جابر بن حيان الطبية كلية الصيدلة المرحلة الثانية، الموضوع ميديكال فسيولوجي تول للعام الدراسي 2020-2021. موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الكوأجوليشن توبكس، اللي راح ندرسها في هذا اليوم هو ذا كلوتينج ميكانيزم اند انتي كلوتينج ميكانيزم. كلوتينج او كوأجوليشن هي عملية كومبلكس كاسكيت. هاي الكومبلكس كاسكيت، اذا ننتقل الى الرسم حتى تكون واضحه امامكم، شوف لي يا محمد الرسم، وصلنا لهذا الموضوع. يلا محمد ابقى وياي يا محمد، لا تروح بعيد، بعد السؤال ما طلع السلايد. خلي يمك الرسم، وجهوا الرسم يمكم. اذا عندنا ان اهم شيء الانترنسك باث واي والاكسترنسك باث واي، الاثنيناتهم راح يحولون الفاكتورتين من ان اكتف تو اكتف، ذن تحويل الفاكتور 5 من inactive to active. هاي كلها العملية راح نسميها تحت عنوان دكتور، بس formation. نعم دكتور good ريكورد ريكورد ريكورد، دكتور مسوي سوي دكتور ريكورد، سوي مسوي اي هذا سوي هذا دكتور formation of a prothrombin. إذا تحول العامل الخامس من inactive to active، شوف هو سلسلة واحدة والثانية cascade، راح يحول ال conversion of a prothrombin to thrombin بوجود الكالسيوم. قلنا الكالسيوم ايش قد مهم هنا، هذا كالسيوم زين، يتحول البروثرومبين الى ثرومبين، اند ذن فايبرونوجين الى فايبرين بوجود، لاحظ العامل الثامن اللي هو الاكتيف مع الكالسيوم يطلع الفايبرين. اذا لاحظنا ايش قد الكالسيوم مهم، والنقطه الاولى الكالسيوم مهم. النقطه الثانيه العامل العاشر من الاكسترنسك والانترنسك، يتحول العامل العاشر والعامل الخامس من اكتيف to active، هاي النقطة المهمة الثانية. ثالثا المحصلة تكوين fibrin threads، هاي النتورك من الفايبرين تعمل على غلق سواء كان اكسترنسك او سواء كان انترنسك، بالتالي راح تكون الكلوت. اتفقنا الكلوت اما تكون فيسيولوجيكال، سجل يمك حتى من تسوي مداخلات انا راح اقول لك اختار الفقرة اللي تناقش فيها، اما يكون فيسيولوجيكال او يكون باثولوجيكال. هاي الميكانيزم بصورة عامة، المحصلة هو ديفنس ميكانيزم إذا كانت فيسيولوجيكال. إذا كانت باثولوجيكال، صحيح فيسيولوجيكال لكنه يعني تحدث من بعدها كومبليكيشن، راح نذكر شنو الكومبليكيشن للكوأجوليشن. زين، هاي هسه المخطط. العوامل التخثر كثيرة، أكدت لكم على العامل التخثر الواحد والثاني والثالث والرابع مع وجود الكالسيوم، وذني أهم العوامل. كذلك العامل الذي يؤدي إلى تحويل الفايبرونوجين to fibrin يكون هو المحصلة الأخيرة، سجلها لك. ميكانيزم بالمخطط كل شيء مبين، بس أنا جاي أعيد هذا الكلام بالكلام يعني قدامكم فقط للتوضيح. خلي الرسم امامك، عندك ثلاث رسومات، تريد الاول الثاني الثالث، واحد خاص بالاكسترنسك انا هم مخليه، بس اكد على هذا الرسم بي يعني كل الخطوات كومبلكس كاسكيت كلها موجوده بي. تحدث خلال عمليه التروما الى فاسيكولار وول اند ادجستد تيشو او تروما تو بلاد، يعني واحده قلنا من اسبابها اللي هي تروما. Contact blood with damaged endothelial، من يصير تروما؟ Mechanism of the body for clotting coagulation، الغاية من عنده عملية repairing. لاحظ واحد من يصير عنده عملية تروما خارجية مثلا، في وراء فترة راح يصير عملية عملية الكواجوليشن، الغاية من عنده شنو؟ غلق عملية البليدنج إذا كانت فيسيولوجيكال. الكوغوليشن نقسمها الى ثلاثة اقسام مثل ما شفنا بما بالمخطط بالفيجر. Formation of a prothrombin activator، هاي الخطوات الانترنسك والاكسترنسك محصلته، تكون عندي تحويل العاشر من inactive to active والخامس من active to active، يحول الى المرحلة الثانية اللي هو conversion of a prothrombin to thrombin and conversion of fibrinogen to fibrin. تريد على المخطط الفيجر، تريد على الفيجر افضل، كل شيء موجود به. زين،
أيضا قلنا هنالك عوامل اكسترنسك وعوامل انترنسك، هذا المخطط الإجمالي لعملية الكوجوليشن. تريد هذا المخطط بكيفك، هذا فقط يشير لإكسترنسك، هو هذا مقتطع من ذاك الفيجر ويحكي فقط على الإكسترنسك. أنا بنظري ليش خليتني ثلاثة بالمحاضرة، اعتمد على الفيجر رقم واحد. نجي الآن إلى أسباب الثرومبو إمبوليك كونديشن، أسباب عملية التخثر in a human. أول بداية، any roughened endothelial surface of vessel as may caused by arteriosclerosis, infection, trauma. أنتم لاحظتوا بالكوفيد 19، محمد وياي محمد بالكوفيد 19، نعم يا دكتور، بالكوفيد 19 واحدة من أخطر الحالات اللي تصير بالإصابة بالفيروس هو تكوين الثرومبوسيس، وهي هاي حالات الوفاة يعني حسب ما كثير من البحوث هي ريليتد تو ثرومبوسيس. إذا حالات الانفكشن، حالات الانجر اللي يصير إلى الفيسل، أمراض كثيرة أنا ذكرت انفكشن، arteriosclerosis، تروما. ثاني مثال، كثير من الأمراض، كثير من الحالات اللي تكون تساعد على stimulate for endothelial surface of the vessel وبالتالي تصير عملية coagulation cascade. اثنين، blood عندما يكون clot it flow very slowly. قبل شوي أعتقد أنوار وضربنا المثال بصورة بحياتنا اليومية، هنالك مثلا العسل والماء، ياه الأكثر viscosity العسل، ياه الأكثر جريان الماء، العسل أقل جريان. قلة الجريان very slowly خلال الـ blood vessel إذا كان هنالك عملية الكوأجوليشن راح تكون أكثر خطورة بالنسبة للـ human body. إذا أي عوامل تساعد على زيادة الـ viscosity؟ هسه راح يجي السؤال هنا، بس شلون راح نجاوب؟ ما أدري شلون راح يجاوبون بهذا البرنامج. نفتح فالسؤال سريع. ها؟ شو تقول؟ أما أكو رفع يد هنا دكتور. شو تقول؟ أكو رفع يد بالكونفرنس. رفع يد ماكو والله يا محمد، بس هاي شات. لا أنا قلت راح أفتح المايك بس عافية غلقوه من يمكم، مو واحد يفتح المايك يمكن يتغدى ولا مجال. شوف فتحت الميوت وشوف صار، عافية غلقوه من يمكم غلقوه حتى يفتح الميوت من يم، ما يريد يجاوب براحته. غلقوا الميوت، عافية غلقوا المايك، غلقوا المايكات، ولا تنسونها ايضا تغلقون الفيديو الكاميرات ايضا غلقوها. زين السؤال هسه هنا، بالمحاضرة السابقة اذا واحد شوي سريع انا راح اخذ يعني بس مو كلها يعني شلون راح ناخذ رفع اليد اكو. طيب محمد رفع اذا اكو رفع يد، اذا اكو رفع يد من يمكم. بالمحاضرة السابقة قلنا اكو واحدة من اسباب هي زيد الفيسكوسيتي، يا هو بيهم يا الحالة هاي ناخذ. طيب محمد، يلا طيب محمد تفضلي. طيب محمد رفعت ايدها اول واحد، تفضلي طيب محمد افتح المايك من يمك نعطيك افتح المايك. يلا طيب محمد تفضل. الفيسكوسيتي اللزوجة هي كل ما تزداد كل ما راح يعني يستوي. أكو حالة أخذناها واضح وياكم، أكو حالة أخذناها سابقا بهذا الجانب، أكو حالة أخذناها لو ماكو. طيبة محمد شو تقولين؟ يلا شكرا لطيبة محمد. من عنده إضافة ثانية؟ خلينا نباوع للتشات. السؤال ما سمع مجتبى عيني. اكو حاله قلنا يزيد بها الفيسكوسيتي، خدناها بالمحاضره السابقه من القاريها، يزيد بها الفيسكوسيتي، ماكو رفع يعني يد هنا. شو بس طيب محمد ما ادري منها رفعت يدها، انا جاي ابغى اوعد شات مو مشكله، كتبوا لي بالشات. ايمن راضي ممتاز، ايمن راضي جاوبها، حاله البوليسايثيميا عينه خدناها بوليسايثيميا. إذا عندنا حالة البوليسايثيميا هي اللي أخذناها وحدة من عندها لنكريز ريد بلود سيل. فأي سبب إحنا من نقول بالمناسبة
يعني زيادة الفيسكوسيتي، قد تكون زيادة الكواجوليشن، قد تكون زيادة مثلا نمبر اوف ار بي سي، اي سبب يزيد من الفيسكوسيتي يكون اكثر عرضة لتكوين الثرومبوس. عارف يسوي من يومكم ميوت للمايك، لا تنسوا من يومكم، انا اذا تريدون اسوي منها ما راح تكون اسمع مشاركاتكم بهذا الجانب. زين يلا شوف لي يا محمد. زين نعم دكتور. يلا اذا عندنا الحالة الأولى، أي عوامل تؤدي إلى زيادة الثرومبو امبوليزم كونديشن للـ RB للـ vessels؟ إذا صار ثرومباي، طبعا كلمة ثرومباي يعني أو ثرومباي أو ثرومبوس، بهاي الحالة كون تكون لايف ثريتنج، طبعا كلمة لايف ثريتنج يعني مهددة للحياة، وبالخصوص إذا كان هنالك الانسداد في الـ vessels في الأورغان المهم جدا. مثل من الأورغان المهم جدا يكون لايف ثريتنج وكل مهم، أكو شيء مو مهم بعد. يلا محمد عندك جواب؟ هنعطيك مشاركة. أكو فد أورغان مهم جدا يكون أكثر عرضة لللايف ثريتنج؟ نعم تراني. يلا عندك جواب شو تقول؟ زينب غالب، ممتاز زينب غالب، أيمن تجاوبت زينب غالب. عافية بنين حيدر، بنين حيدر عندنا اثنين تبارك. رؤى زين، بس الهارت معقولة؟ بس الهارت مهم، كل المهمات. برين يلا محمد علي، برين محمد علي زين. كدني كذلك، حتى الكدني دعاء عقيل، فأكثر خطورة هو البرين والهارت أكثر، هو يعني يصير ماكن خطرة طبعا. زين إذن التأثير of thrombi هو مهم وخطر جدا، وهذا يعتمد على حجم طبعا الثرومبوس والموقع مالتها السايت، وتكون طبعا harmful حسب الميكانيزم الآتي. إذا صارت مثلا في الكارديوفاسكولار سيستم، هاي الحالة راح نسمي الحالة الثرومباي، في هذه الحالة decrease or stop the blood supply، من الصير clotting or ischemia، بالتالي blood supply للأورغان راح يقل كما في. وطبعا إذا قلت، إذا مثلا للقلب راح يصير infarction، احتشاء عضلة القلب، هذا الاحتشاء يكون مهدد life threatening إذا لم يتم معالجته بواسطة الأنتي كوأجوليشن أو حساب الطرق الحديثة عملية القسطرة بمختلف أنواعها. زين الثرومبوس مهم جدا، شوف اللاحظ يعني المراقبة مالها طبعا والعلاج مهم. في هذه الحالة تكون أكثر، أنا أخذت لكم الإسكيميا والإنفاركشن ذني أكثر خطورة وكثير من الذين يصابون في هذه الحالات. عندنا بحالة الثرومبو امبوليزم، ثرومبو امبوليزم كذلك في البوليمينري امبوليزم، شوف اللي يصير عندهم بالرئة كما في صارت بحالة الكوفيد 19، هنالك السيربرال امبوليزم كما في مجموعة من الطلبة قالوا البرين، البرين ايضا من الاماكن الاخطر يعني اذا تكون الثرومبوس في هذه الحالة راح يكون أكثر life threatening for the human. هسه الآن أريد أسألكم بسؤال، عندنا صار physiological وبعدين الجسم يتخلص طبعا يسوي anti coagulation ببعض الهرمونات المهمة جدا. إذا أريد نسوي anti coagulation، من عنده فكرة على استخدام الانتيكوأجوليشن؟ شنو الانتيكوأجوليشن؟ حتى عافية حياة راضي يقول حتى بالليفر ايضا يصير. من عنده فت فكرة؟ اذا يفتح المايك من يمه ويجاوبني، خلينا نبتعد عن الشات حتى يكون. يلا من اللي يريد يفتح المايك خلي يكتب لي بالشات، مو مشكلة، شوفه خلي يكتب لي بالشات حتى انا اذكر اسمه، مو احسن لان راح اصير اصير هنا. زين يلا حسين، حسين محمد او حسين، هذا تكاتب رساله قديمه، اعطيني مجال.
وهذا طيب نجي. يلا عافية اللي ما جاء، عافية ما مشاركين، طوهم حق للما مشاركين اللي ما شاركوا، اللي ما شاركوا صادق عافية، بس للي ما شاركوا شوية خلينا نعطيهم مجال نساعدهم. لا تكتب لي، انا ما اقرا الشات، انا اريد تحكي لي. اللي ما شارك منه يقول انا ما مشارك، هو من يمه يقول انا ما مشارك، راح اذكر اسمه، يقول اني ما مشارك حتى اعرف. يلا من هو هذا؟ راح رضا، يلا رضا. السلام عليكم دكتور. سلام ورحمة الله، يلا يا رضا. دكتور بس السؤال قلت لك انه تعيده. تريد السؤال ولا تريد الجواب؟ عبالي سامع تريد السؤال. السؤال، خلنا نسمع السؤال الجزء اعرف جوابه. مو مشكلة، إذا بالنسبة للكوجوليشن إذا صار سواء كان فيسيولوجيكال أو سواء كان باثولوجيكال، شلون الجسم يسوي أنتي كوجوليشن حتى ننتقل إلى فقرة الأنتي كوجوليشن؟ شلون الجسم يسوي أنتي كوجوليشن؟ من خلال إفراز إنزيم الهيبارين. من خلال إنزيم إفراز الهبار. قصدك يعني ال 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 الهيبارين، واحد من خلال أي. الهيبارين، بعد غير الهيبارين اكو شيء اخر اذا كان باثولوجيكال، بس هذا فيسيولوجيكال. أي. الهيبارين موجود داخل الجسم او احتمال ناخذه من الخارج، وكثير راح نتطرق لهذا الموضوع. اكو بعد عندك اضافه الا انه اكو استخدامات اخرى؟ يعني قصدك انه اكو دواء، اكو ماده ثانيه بالجسم هم نسوي بالجسم او خارج الجسم يعني نستخدمها في اسبرين انوكزافارين نوت يعني نيم نوت دراكس، وانما جروب انا افضل من اقول الجروب حتى كلها تعرف، مو صحيح؟ اي جروب ما اعرف صح. النسايدات قصدك؟ تمام. النساي يلا هاي شكرا رضا، هاي مشاركتك حلوه. من اللي ما مشارك عافيه من الطلاب البقيه؟ من ما مشارك يلا حسنين علي. اذا نريد نقول بصوره عامه مثلا يعني انتي كوجوليشن بصوره عامه، لا الدراج انت ما ماخذ فارماكولوجي ولا اريد احقق على هالموضوع الا في اذكر مثال اكزامبل. يلا حسنين علي. اعتقد دكتور انتي ثرومبين. ممتاز، يعني اذا ناخذ ان جنرال انتي كوجوليشن دراكس اور انتي ثرومبين دراكس، هذا راح يكون مصطلح عام، مصطلح اوسع، بعدين انا ادخل بتفاصيل كل واحد واعرف شنو اللي هذا. يلا عافيه حسنين علي، مشاركه ايضا لك عافيه. انطوا حق للما مشاركين رجاء، انطوا حق حتى شوي عافيه. ايمن انا ما اريد يعني هذا، انت مشارك هواي بس راح تحصل استارات كثيره، انا جاي اشوف عايش الدار الايمن ما يخالف زين. شوف لي يا محمد كاظم، اليوم اشلع قلبك محمد كاظم، جابك وقلت اني يلا prevention of thrombosis. هذا السلايد امامكم. اذا حتى نمنع عمليه الثرومبي او الثرومباي او الكوجليشن هنالك دراكس which decrease platelet adhesion او ما يسمى adhesiveness. هذا اكو هنالك ان احنا العامل الثاني او المحور الثاني من الكاسكيت هو البلاتلت. البلاتلت لها دور عمليه الكوجوليشن، فاي عوامل تؤدي الى منع دكتور محمد ها هذا دكتور السلايد استوى ولا انقلب؟ البلاتلت اجريجيشن او ما يسمى بلاتلت ادهيجن، التصاق البلاتلت راح نعرف بعدين تعرفون شنو الميكانيزم اللي يصير بيها بلتلت ادهيجن اور اجريجيشن. هاي المصطلحات اثنين تلقون في المصطلحات العلميه. اي شيء يمنع هذا عمليه البلتلت اجريجيشن راح يعمل على يعني يشتغل از انتي كوجليشن. هاي واحد نعطيكم امثله من الاسبرين ديكستران دايباريدامول، طبعا هذا دايباريدامول بعدين يستعمل. ثانيا انتي كوجولنت such as low doses of heparin and dicumarol. هاي مجروبات حقيقة موجودة بال خلينا نقول بالجانب الدوائي، وكذلك موجود الهيبارين داخل الجسم as low molecular weight protein. هنالك يعني هذا موجود بالمصدر انه intermediate compression or electrical stimulation of
Gulf muscle necessary to add addition to above a drug for preventing post-operative venous thrombosis وهاي في الحالات خلينا نقول في الخطوط الأخيرة من هذا الجانب. أضاف لذلك هو ما ذكر بالمصدر عملية الكاتيترايزيشن وعملية الانجيو جيوغرافي اللي هو خاص بعملية القسطرة حقيقة. هاي بعد تقنية ظاهر المصدر شوي يحتاج لمودرن أكثر. زين خلنا نأخذ الهيبارين. الهيبارين is secreted by basophil and mast cell اللي هي موجودة بمختلف أنحاء الجسم as liver, lung, tissue اللي هي غنية بمن بالconnective tissue. هذا من هو الهيبارين. من المسؤول على إفرازه والبيزوفيل والماست سيل. زين خلينا نشوف شنو الميكانيزمات الهيبارين. هيبارين is present on the luminal surface of vascular endothelial. يعمل as anticoagulant بواسطة شوف الاكشن مات انتي ثرومبين 3 انتي هاي الميكانيزم مات انا مخلي لكم اياها بالمحاضرة انتي ثرومبين 3 يعني مضاد لعمل الثرومبين الفاكتور الثالث. كذلك يعمل على تثبيط active form clotting factor اللي هو ال 9 ال 10 ال 11 and 12. كل هاي العوامل اذا تم تثبيطها وعدم فعاليتها راح تعمل الهيبارين as anti coagulation. فدرسم هذا توضيحي الى عمل الخلاصة من الهيبارين اللي هو الخطوة التي تعمل على تحويل البروثرومبين to ثرومبين راح تتوقف اللي معتمدة على الاكتيفيشن اوف فاكتور 10. هذا من اللي وقفها اللي هو الهيبارين. بالتالي عملية تحويل الفايبرونوجين to فايبرين راح تكون غير موجودة فبالتالي راح تكون عملية الكوغوليشن. ميكانيزم اوف اكشن اوف هيبارين as medical physiology is very important. حفظوها هاي ميكانيزم مهمة جدا. أي مخطط أي رسم ببالك تريد تقوله ما عندي مانع أي شيء ببالك تقدر تقوله. لا تعتمد عفية المايك من يمكم أغلقوا المايك ناركم المايك من يمكم أغلقوا. بالنسبة للشات شوية توقفوا عنه حتى أتابع بالشات وياكم أقل عفية بالشات أيضا قللوه على مود أتابع وياكم. زين blood coagulation test تسا واحد يقول أنا شلون أصير يعني أبحث وأصير أنه أقول مثلا جسمي بعملية coagulation كثيرة شلون يصير. سمحوا لي فقط أشغل السبلة عادي. إذن عندنا كثير من عمليات الفحص اللي تجرى as medical physiology واعتقد أخذتوها بالكورس الأول يا محمد صحيح أخذتوها bleeding time شلون طريقة بالمختبر تسووها. لو ما أخذتوها يا محمد خلنا نعتمد على كلام محمد. أخذنا بالمختبر بس الجروب ما له حاجة بالمختبر هذا مهم. يعني هاي الطريقة حقيقة أنا ذاكر لكم أنه كيفية الطريقة والشيء ما مطالب بيها بالنظري أنتم بالعملي ماخذي أنا المطالب بيها تجد الوقت. هذا الوقت خاف أشوفه مختلف مثلا من 1 إلى 5 minutes مرات كتب تقول 1 إلى 6 ماكو فرق. مو تقولون هنا نحكي 6 minutes والجناب العملي كذا هذا الفرق اعتمادا على المصادر كله نورمال. لكن هل ناخذ هالقياسات المعتمدها انا بهذا المصدر والكتاب اللي هو تكست بوك. البليدنج تايم من 1 إلى 6 النورمال فيسيولوجيكال مينيت. فلوتينج تايم من 6 إلى 10 مينيت. اكو عندنا بروثرومبين تايم اند انترناشونال نورمالايزد ريشيو احنا نسميه وتلقوه كثير بالاستعمال اي ان ار اختصار له اي NR. اخذتوه محمد INR بالعملية لو ما ماخذي يلا يا محمد. لا دكتور ما ماخذي. من يقول طالب اخر يقدر يعطيني ماخذي بالعملية عباس INR لو ما ماخذي عباس ما ماخذي دكتور ما ماخذي INR
الاي ان ار هذا مهم جدا في عمليه الفولو اب اوف دراكس بالخصوص الوارفارين. يسوون من يعطون مثلا الوارفارين از انتي كوجليشن وشون يراقبون انه الوارفارين يحددون الدوز يعني تتبع عمليه الكوجليشن ياخذوها بالاعتماد على الاي ان ار. فعمليه تحديد تقليل وتكثير وقله الجرعه اوف دراكس تعتمد على فولو اب. الفولو اب واحد من عتم هو الاي ان ار اضافه للسان والسبتم اذا كان اكو نزف مثلا من الانف من الاذن من اللثه من كذا. طبعا اكو ساين سبتم كلينيكال يعني سبتمز. اضافه لذلك احنا ناخذ اللاب. اللاب هي الاي ان ار. اي ان ار فيري امبورتنت. اي ان ار هسه هاي التعاريف شوف انا خليت لك اياها هنا البروسيجر والميثود هاي فقط للتوضيح شلون عمليه تصير. ما اخذيها بالجانب العملي ما راح اكد عليها لكن اكد على الريزلت. نورمال تايم اللي هو من 3 الى 6 منت مرات من 1 الى 6 ماكو مشكله بالمصدر. If the bleeding stop after يعني اذا توقف البليدنج يحتاج عملية البليدنج توقف اقل من هذا الوقت يعني معناها هنالك كوجوليشن بسرعة يصير. واذا احتاج وقت اكثر راح يكون البليدنج هو مستمر. نحتاج عملية الكوجوليشن نبحث عنها ليش ما صارت عملية الكوجوليشن. هذا يسموه interpretation. كلمة interpretation يعني تفسيرك للنتيجة. سجل الملاحظات اذا عندكم اسئلة حتى بالاخر نتناقش فيها. فسر اذا كانت البليدنج تايم مثلا 8 فسر اذا كانت البليدنج تايم 2 فقط التفسير. البروسيجر ما مطالبين بي اسمعوها من عندي فقط الريزلت الانتربريتيشن. الكلوتينج تايم ايضا اخذته بالمختبر ويحسب عن طريق وقت وهنالك يعني في الطريقه لمختبريه لعمليه الحساب ان شاء الله ايضا تاخذوها في بالمختبر واعتقد اخذتوها. راح اكد على اي ان ار. اي ان ار اللي هي الانترناشونال سنسيتيفيتي اندكس مهمه جدا بتحديد وفولو اب اوف بليدنج اور كوجوليشن. تعتمد هذه في كل كيت يجي كيت هذا يعني اقصد اللي ينحسب به او نحسب بيه بليدنج تايم. اكو فد فاكتور بيه هذا الفاكتور طبعا نحسب البليدنج تايم للبيشنت ويقسم على بليدنج تايم الموجود بمن بالكيت يعني بالفاكتور ينطرقهم. الارقام الصحيحه والمثاليه والله شوف لي شير. اكو شير يا محمد؟ نعم دكتور اكو شير. اي ان ار نورمال من واحد اوف ديزوردر زين. واي ان ار من 1.3 الى 1.5 اي ان ار ريشيو هذا نسبه ريشيو من 1.3 الى 1.5 هذا النورمال. اي ان ار اذا كانت مثلا 1 معناها لنفرض واحد قريبة تقريبا من 1.3 المصدر نورمال. اي ان ار جريتر ذان 1 ذا كلوتينج تايم از الفييتد ضمن النورمال يعني معناها يرتفع ضمن النورمال. لكن اكد على نقطة 3 اف اي ان ار جريتر ذان 5 شوف لاحظ اكثر من 3 في الحالة هنالك ريسك اوف بليدنج. ريسك اوف بليدنج راح يكون بليدنج اذا كان الاي ان ار اكثر من 5 اكثر من 4 راح تكون اكو فد مشاكل بعمليات البليدنج. لذلك اذا انطوا فد دراكس او بدون دراكس يشوفون الاي ان ار مالته صاعد يعني عنده حالات بليدنج راح تصير. طبعا اذا صار نزف اما خارجي راح يكون واما داخلي وندخل في مشاكل ايضا صحيه اخرى. نورمال رينج فور هيلثي شوف هذا المصدر مطلع من 0.9 الى 1.3 او من 1 الى 1.3 ماكو مشكله زين.
إذا كان أقل من 0.5، لاحظ أقل من 0.5 في الاي ان ار، أقل من النصف، معناه هنا chance of having the clot. إذا عرفنا شلون هسه حاليا نسوي check up إلى الهيومن بادي حتى نعرف البليدنج تايم مالته. أنا أقول لكم أكثريا هسه بالبراكتس يعتمدون على الاي ان ار، يعتمدون على الاي ان ار، يسوون هو البليدنج تايم وقسموه على النسبة يطلع الاي ان ار. إذا كان قليل جدا فهو يكون أكثر عرضة للكلوت، فالحالة تدخل الدراكس اللي هي تكون معالجة اللي يسوي بليدنج أو يعني الأنتيكوغل. وإذا كانت أكثر من 5، أكثر من 4، أكثر من 4.5، أكثر من 5.5، يكون البيشنت هو يكون معرض إلى حالة البليدنج، وبالتالي أيضا يجب معرفة سبب هذا البليدنج، قد يكون وراثي، قد يكون فيسيولوجي، وهناك علاجات كثيرة بهذا الجانب العلاج. زين، خلينا نقسم classification of bleeding بصورة عامة، يعني من يصير bleeding وشفنا الـ INR كثير جدا، شنو اللي يتوقع بباله انه راح يكون هنا يعني الأسباب هاي المشاكل؟ من هاي الأسباب قد تكون platelet disorder، هنالك نقص بعملية أو number of platelet لأسباب مختلفة. هاي الحالة راح نسميها thrombocytopenic بيورا. هاي الحالة هي كثيرة صراحة أنا ذاكرها لكم اللي هي البيور بيورا حقيقة. يعني هنالك كثير من الحالات المرضية أصلا يعني أكو بيها مطلع عليها أنه يعانون من هاي المشكلة لأسباب كثيرة تخص البون مارو، وأنا ذاكر لكم كم مثال من عدد. Functional disorder of platelet. البلاتلت يعني هناك خلل بالوظيفة، لاحظ هو نمبر ما بي مشكلة، لكن المشكلة بمن؟ بالوظيفة، المشكلة تكون بالوظيفة، وظيفة البلاتلت. زين، Coagulation disorder اللي هي عملية النقص. دكتور. نعم عباس. نعم زين دكتور، آخر كم مثال ما موجودات بالمزيد عندنا. هاي توضيح. هاي INR. اي ان ار لا موجود، ما متابع انت، موجود فقط وعلي موجود، انا سادز لك اياه وقلت لك هذا وياه. زين، هو موجود عندك في المحاضره بالتوضيح للفيديو. بالنسبه الى الكويجوليشن دكتور صحيح هو ما موجود اي ان ار هسه راح انا اقول لكم الموجود، اخذ له سكرين شوت يلا ارسله، اذا ما موجود اخذ له لان هو مهم جدا هذا، هو عندكم بالمحاضره راح تنزل. زين والله هاي يوم الانترنت، يوم وش انترنت. زين، coagulation disorder نتيجة deficiency in clotting factor. اي نقص بالclotting factor يعني معناها اللي اخذناها، اي واحد يصير به نقص تكون اكثر عرضة لحالات البليدينج. زين، فيتامين كي، اي نقص بفيتامين كي ديفيشنسي ايضا تؤدي الى حالات نقص بمن يعني يكون حالات البليدينج. انتي كوغولانت اوفر دوز، يا ما اكثرها هاي الحاله، يا ما اكثرها هاي الحاله، يا ما اكثرها انتي كوغولانت كوغولانت اوفر دوز، جرع اكثر من اللازم بدون فولو اب، بدون متابعه، راح تؤدي الى حالات البليدنج. عوامل كثيره جدا ما تجمل في هذه النقاط، لكن ذكرت لكم الرئيسيه فقط اكدوا عليها اللي هي تكون اكثر عرضه الى عمليه الكوغوليشن. هنالك عوامل خاصه بالفاسيكولار اللي هي نتيجه مثلا حالات، والله محمد السادات هم جاي تتحرك يمك، لو ما تتحرك بس يمي، هذا التحرك السريع اللي جاي يصير بالسلايدات جاي بقلب انا يعني دكتور ها طالع سكيور ديسوردر. زين، يعني هذا بس يمي جاي. دي تو انفكشن اوف بكتيريا اور ذير توكسين، ايضا تصير حالات بليدنج. هنالك افيتامينوسيس، حالات
نقص فيتامين سي، لاحظ انه حالات نزف الصيف باللثه دائما، مرض يسموه سكيرفي. الرجيك بيوربيريا اللي هو ايضا حالات كثيره نتيجه هذا المرض اللي انا راح اذكره لكم حقيقه في نهايه المحاضره. محمد والله تسمع صوتي محمد لو انقطع الاتصال؟ راح شوية الصوت السارج يا دكتور. والله يا محمد اليوم يعني المحاضرة حلوة بس يا حيف انترنت ماكو زين. اكو مرض اختاريته لكم اسمه بيور بيورا، هاي الصورة مالته حقيقة حتى للتوضيح، كثير من الأمراض موجودة هي هاي. هنالك عدة أنواع من البيور بيورا اللي هي قد تكون برايمري وقد تكون سكندري. البرايمري اللي هي إديوباثيك كوز نوت نون، يعني أسبابها غير معروفة، وقد تكون سكندري ثرومبوسيتوبينيك بيور بيورا كما في حالة نقص البلاتليت. هنالك بون مارو ما عندنا، هو الظاهر يعني بالانترنت عندك يمكن، او هي مشكله عامه الانترنت ما موجود، تابع وياي بالمحاضره ما موجود هذا بالمحاضره. بون مارو ديبريشن قلنا بحالات البيور بيورا قله الصفيحات الدمويه، اسباب كثيره منها مثلا البون مارو ديبريشن، هنالك مشكله في مشكلة في البون مارو، وهذه المشكلة حقيقة يعني موجودة وكثير كما في حالة البلاستيك تيومور، بلاستيك يعني كثير من الأمراض حقيقة، يعني أنا شايف كثير من المرضى أنهم مصابين بهذا المرض الخطير. دكتور بس الصوت؟ لا الصوت واضح يمك صوت؟ عمد؟ لا دكتور راح قبل شوي. زين. سايتوتوكسيك دراج، هنالك كثير من الدراجز اللي تعمل على قلة البلاتلت ديفيشنسي. هنالك بادي الراديشن التعرض للإشعاع. الهايبوبلاستيك، أبلاستيك أنيميا. كلها تؤدي إلى قلة بالبلاتلت وبالتالي نعتبرها سكندري يعني مو برايمري. اليوكيميا مثلا هاي حالات الكانسرات فور وايت بي سي، لاحظ كرات الدم البيضاء عاداتها كلش هائلة، ايضا تؤدي الى مالجنسي ان بون مارو وبالتالي يؤدي الى البلاتلت ديفيشنسي. هنالك سبتسيميا، توكسيميا، يوريميا، هايبر سبلينيزم، حقيقة ذني كلهن عوامل، وهناك عوامل كثيرة تؤدي الى قلة الصفيحات الدموية وبالتالي يكون البيشنت في حالة بليدنج بالنسبة إلى البيور بيورا. هاي الصورة يعني توضيحية للبيور بيورا، في صور على الانترنت تقدر تشوفها كثيرة يعني ما تعتمد على واحدة. من الأمراض الأخرى اللي هي الهيموفيليا. الهيموفيليا حقيقة هو نزف الدم الوراثي. هيموفيليا هو نزف الدم الوراثي. محمد تسمع الصوت يا محمد؟ هيموفيليا اي دكتور الصوت واضح. الدم الوراثي يعني هي مشكلة انترنت، يعني مشكلة عامة وليس خاصة. الهيموفيليا هو نزف الدم الوراثي، نقص وراثي بأي عامل من عوامل اللي أخذناها الوراثية، يعني الكوغليشن فاكتور، أي نقص قلنا بهذه العوامل تؤدي إلى حالة البليدنج، وهنالك نسبة مسجلة في وزارة الصحة في منظمة الصحة العالمية، هنالك الهيموفيليا موجود في العالم وبصورة منتشرة طبعا إلى نسبة محددة. الهيموفيليا اللي أريد أكد على الموضوع مع الهيموفيليا،
انه هنالك ارتباطه بما انه يعني جينيتيك وراثي ارتباطه بالاكس لينكد. واعتقد هو هذا السلايد الاخير من المحاضره مختصره جدا لكم. الهيموفيليا ارتباطها بالاكس لينكد. هسه السؤال اللي جاوبه يحصل ستار، يحصل ستار يعني تعويضي. اكثر شيء هو طبعا يصاب الميل والفيميل، اكثر شيء من راح يصاب به بهذه الحاله او ليش؟ بس هي المشكله هنا تشات ما راح يكون واضح عندنا. دكتوره جاوب، يلا جاوب محمد. دكتور الفيميل تنصاب اكثر من هي؟ دكتور الفيميل ما واضح محمد. دكتور الفيميل اكثر من واي واي لان هو y. اكس لينكد والفيميل عندها 2 اكس بينما الذكر عنده 1 اكس و1 واي. ممتاز محمد، هذا ستار لمحمد، ستار هذا محمد، حصلت لك ستار. هذا دكتور شكرا. زين هسه هاي المحاضره انا حقيقه يعني ما عندي بعد بها شيء غير دني المهمات جدا اللي اريد يعني ذكرتهن فقط اتاكدون عليها. ما موجود بالمحاضرة بصورة موسعة أو بصورة شوفوها أكثر توسعا إلك الغاية من عنده أنه زيادة معلوماتك. أريدك فقط أتأكد لي على النقاط اللي أعطيتكم إياها حاليا في المحاضرة. هنا هي مو قلنا إحنا أكو مشكلة تقنية بالإنترنت مما يؤدي إلى عملية يعني خلينا نقول هذا التحول بالبرنامج، فهي المشكلة عامة احنا ندري بيها من البارحة حطونا فد علم بيها. ولكن نعم دكتور طالع هذا الرسم، السار الرسم يمنك زين، هو هذا الرسم الاخير اللي هو الفايف لينكد، يعني هو اهم شيء تأكد انه هو اكس لينكد. لا لا دكتور برنامج الرسم دكتور، ها برنامج الرسم طلع امكم يعني هو هذا الانترنت. انا حقيقة خل اوقف بعد الشير واسمع من عندكم اللي هو يريد يسوي مداخلة ويا يا حبذا لو دكتور تحتاجني بعد. أنا بالنسبة لك على راحتك محمد، أنا أريد الطلبة اللي ما شارك لا بس اعطيني مجال عباس، اعطيني مجال أكو مشكلة يعني. تمام يلا يا خالد تفضل تفضل عباس. دكتور عند مجموعة يعني بعض الأسئلة، أول شيء الإكسترنسك فاكتور هي نفس الباثو فسيولوجيك يعني العوامل الخارجيه اللي تاثر اللي خلناها بالميكانيزم او توضح يعني. تمام هذا السؤال الاول، خلينا نسجل حتى يكون مساله تنظيميه بهذا الجانب. هذا السؤال الاول، السؤال نجاوبه وبعدين افضل حتى يكون تسلسلا. تمام بالنسبه الى العوامل اللي هي قلنا مهمه في الفسيولوجيكال بصوره طبيعيه حتى تصير عمليه الكوغوليشن، لكن اذا صار اي شيء بصوره مستمره بدون انتي كوغوليشن راح تؤدي الى تحويله يتحول من فيسيولوجيكال الى باثولوجيكال او باسباب مختلفه. يعني مثلا لنفرض التوكسين فور مثلا فيروس، هو دائما يسوي ستيميليشن ويصير عمليه الكلوتينج مستمر، اول ما يصير مثلا دامجينج فور سيل ميمبرين فالجسم يريد يحاول حتى يغلق هذا الريبيرينج. طبعا اكو فد بروسيسس اخر من الانفلاميشن اللي يصير يوصل الى مرحلة اكو بعد الروتيشن وهكذا، فراح يكون اكثر عرضة لتكوين الكلوتينج. تمام عباس، فاذا الاكسترنسك قد يتحول هي هاي المشكلة هنا بالحاسوب ونغلق، فالاكسترنسك راح تكون والانترنسك العوامل تحدث بالفسيولوجيكال وتحدث كذلك بالباثولوجيكال، لكن اذا بقت مستمرة يعني هنالك باثولوجيكال. تمام عباس بعد سؤال يعني دكتور العوامل كل عامل خارجي هو اكسترنسك وكل عامل من جو الجسم هو انترنسك صحيح يعني هذا الفكره؟ اي على الاسباب اللي اخذناها، شوف العوامل الخارجيه تروما فور فيسلز تروما فور صح، وبالتالي يعني من خارج الجسم، من خارج الجسم عايشيلك او من خارج الفيسلز اللي هي راح تجي من خارج الجسم. تمام زين، بالنسبه لتفسير النتائج مال الكلوتينج تيست. نعم قلت لكم ملاحظه بسيطه تقدر تعيدها دكتور انه اهم ملاحظه مالك تمام ما تفسير النتيجه. تفسير النتيجه مثلا واحد خلينا نقول بيشنت في اعراض كذا كذا وظهرت هاي الاعراض عليه، يريد نشوف
المشكلة وين بالبليدينج. مثلا صار عندي حالة راح نسوي له اي ان ار مو صحيحة. اذا صار الاي ان ار نتفق انا وعباس الاي ان ار خلينا نتفق من 1 إلى 1.5 مثلا المصدر المعتمد عليه. تمام. اذا صار الاي ان ار اكثر مثلا من 5 معناها هنالك بليدنج، يعني اكثر عرضه للبليدنج. هسه نبحث انه وضع السبب هذا البليدنج، هل هو من دراكس، هل هو من مرض صاير عنده، هل هو مثلا نزف الدم الوراثي. هسه بعد اكو فد مواضيع اخرى نبحث عنها حتى نوصل الى نتيجه او سبب البليدنج. بس الواحد من 3 الى 1.5 هاي شنو وقت شنو؟ هذا مو قلنا ريشيو من هو وياي اعتقد وياي انا ما جاي اطلع عندي قدام بالشاشه اكو فد مشكله عندنا فرق هاي ريشيو. الريشيو ودائما تكون without unit مو صحيح؟ اي يعني شنو ريشيو؟ شنو العوامل مالتين هذا يعني شلون انا اعرفها؟ نقول ها هاي نسويها يعني هاي يسووها بالمو قلنا احنا انتم يعني ما ادري ليش ما مسوين بالمختبر. هاي يسووها ياخذون بلاد يشوفون بليدنج تايم مال البيشنت ويقسموه على الفاكتور موجود بالكيت. اكو بالكيت يجي بالكل كيت يقيسون البليدنج تايم موجود اي ان ار يسموه، يقسموه على هذا الفاكتور يطلع فد نسبه يكون النورمال من 1 إلى 1.5. اكو كيت يقول من 0.9 تو 1.8. هسه هذا الاختلاف القليل جدا مو ملاحظ على يعني على هذا يعتمد على صناعه الكيت. اذا كانت اكثر معناها صارت بي بليدنج، لان هو البليدنج تايم يكون بالبسط حسب المعادله اللي هي طلعت امامكم مو صحيح. بينما اذا كانت اقل من 0.5 اقل من 1 كل ما تنزل اقل من الواحد معناها يكون اكثر عرضه لمن الكلوتينج. زين يلا عباس كمل اسئلتك. عباس دكتور شنو بالكوجوليشن ديفيشنسي او الكوجوليشن ديسوردر العفو شنو دور الفيتامين كي ديفيشنسي يعني شنو تاثيره بالضبط؟ ها هو هسه هنا اني اريد اعطيكم واجبات حاليا بما انه ذكرتني. فيتامين واحد فيتامين كي شنو الميكانيزم مالته؟ واحد. ثانيا فيتامين سي كذلك قبل شوي قلنا احنا بال deficiency of vitamin C ايضا يسوي عملية البليدينج، شنو الميكانيزم مالته؟ ذكرتني بهذا الواجب يا عباس. بعد وبالنسبة لهذا البيوربرا يعني نفهمها بصورة عامة فقط اسباب يعني فقط عافية الاسباب فقط الاسباب وعلاقته بالبليدينج تايم قد يكون برايمري وقد يكون سكندري وما هي علاقته وما هي التفاصيل الخاصة به. اما كيف تفاصيله بصوره عامه ومفصله بالباثوفيسيولوجي بالمرحله الثالثه. احنا فقط ناخذ من حي الله يحفظه زين. من عنده بعد؟ من عنده بعد؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور عندي استفسار بسيط يعني. دكتور امراض يقولون ان مثلا الشخص تعرض الى جلطه سواء قلبيه او دماغيه فمن يسألون على أسباب يقولون أنه هو مثلاً ضاج أو عصب أو فشي أدى أنه هو خاص به جلطة. زين. شن هو الميكانيزم يعني؟ أول بدأ أريد الطالبة أريد اسم الطالبة عافية اسمكم ولو شهد عبودي. ها؟ شهد عبودي. شهد عبودي عدة مشاركة سابقة لو ماكو شهد؟ ما أعتقد لا. زين شهد عبودي إحنا قلنا عملية الكوأجوليشن ما تعتمد على فقط موضوعنا اليوم اللي هو الكلوتينج فاكتور، هنالك عوامل كثيره من ضمنها ذكرنا اليوم محاضرتنا الكلوتينج فاكتور. اذا صار فازو كونستراكشن اسكيميا راح يكون اكثر عرضه دم الواصل الى الاورجان راح يكون اقل. اذا كان هنالك هايبر ليبيديميا راح ناخذه. اذا كان هنالك مثلا حاله خلينا نقول damaging for the cell مو إلا إسكيميا يعني مباشر يعني مفاجئ صار مثلا قطع في أحد أو وصول الدم blood للهارت مثلا شلون هم يصير عملية infarction. فأسباب كثيرة لعملية coagulation لكن احنا ناخذ سبب بصورة عامة. إما يعني زيادة بعملية coagulation أو هنالك خلينا نقول عملية اللي إلها علاقة بزيادة الفيسكوسيتي. اي زياده فيسكوسيتي تقلل الفلويديتي فور ذا بلاد يكون اكثر عرضه لتكوين الثرومبوس
وياي شهد عبودي. بلي دكتور، زين دكتور، نقدر نفسرها انه انسان بحاله السمباثيتك يعني راح يؤدي لارتفاع ضغط الدم. ولذلك يصير فازو كونستراكشن، يصير فازو كونستراكشن، ولذلك البلود فلو راح يكون قليل وليس عالي كما شرحت وفصلت بالفسيولوجي بالكورس الثاني. واضح دكتور، شكرا دكتور. كل ما يكون البلود فلو قليل كل ما يكون اكثر عرضه لتكوين الثرومبوس او الكوجليشن. من عنده سؤال، مداخلة، مشاركة؟ من اللي ما شاركوا؟ عليكم السلام، اريد الاسم. عافية زهراء. عليكم السلام، عافية. شوف يلا زهراء، دكتور بس مشاركة سابقة؟ لا دكتور، بس اتأكد من مشتبه. عافية مخطط، عافية مشتبه، اعطوا حق للي ما شاركوا، رجاء اللي ما شاركوا يكون لهم الحق. خاف يقول بالاخير انه ما اعطيتوني يعني فد اسبقيه بذلك. يلا يا زهره احمد تفضلي. دكتور بس سؤال على المخطط اللي اخذناه بالبدايه، الفيتامين الكالسيوم اخذ يعني استخدمناه بالعمليات التخصص كم مره؟ الكالسيوم يا زهره احمد هو ليس فيتامين، وانما هو مينرال الكترولايت، مو فيتامين. ولو انت ما اخذت الفيتامينات مو مشكله. يلا تفضلي دكتور. يعني هو استخدمه 6 مرات، انه لما اسوي العامل العاشر اكتف والعامل الخامس اكتف، ولما احول البروثرومبو بين للثروبامين، يعني 6 مرات استخدمه. زين، شنو فائدته؟ اعطيكم يا واجب بعد الكالسيوم شو يسوي؟ يلا عافية. يسوي اكتيفيتور. لا راح يسوي اكتيفيتور، يعني شنو وين؟ اكتيفيتور تنشيط. واضح. واضح. شوف زهراء احمد، اذا انت هاي مشاركه عندك مشاركه، اذا قلتي لي شو يسوي الكالسيوم حتى يسوي يساعد اخر شيء بالخطوه الاخيره، شو هو؟ بس صوتي قطع. اذا قلتي لي هسه صوتي واضح يمك الصوت؟ اذا قلتي لي الكالسيوم ايش راح يعمل حتى يكون هاي الكلوت؟ هسه عرفنا يسوي اكتيفيشن، لكن اكو الى اخر. شوف بالخطوه الاخيره لو تشوفين الفيجر، مهم جدا في تكوين الفايبرين. شلون يسوي الفايبرين؟ يلا وتحضرين استاذ، يعني تحصلين ستار زهراء احمد لو تبقين على المشاركه كيفك. يلا عباس كاظم، يلا ابقى عباس كاظم تفضل. عباس كاظم. عباس السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. بس الهيموفيليا تأثيرها شنو على البريدنج تايم والكلوزنج تايم؟ والله سؤال غير واضح. يعني شنو تأثيرها على عملية الكلوزنج؟ ويا يبقى عباس، هيموفيليا هو نقص بأي عامل من عوامل التخثر. خلينا نتفق على هذا الموضوع. ويا عباس. وياك. احنا قلنا حتى يصير عملية الكوغوليشن نحتاج اول بداية واحدة من عدهن العوامل التخثر اللي شفتوها، عوامل التخثر الجيد عددهن. اي نقص باي عوامل التخثر ما راح تستمر عملية الكوغوليشن والكومبلكس كاسكيد، وما راح يصير عملية الكوغوليشن بنسب معينة اعتماد على النقص. فاذا ما صارت عملية الكوغوليشن ايش راح يصير عباس؟ راح يصير كلوزنج تايم يزداد، راح يصير بليدنج. تمام دكتور. واضح؟ تزداد عمليه البليدنج. تمام يصير بليدنج، وهذا السبب مات الهيموفيليا. قلنا شنو السبب الرئيسي مات الهيموفيليا؟ شنو نقص باي عوامل كلوزنج تايم؟ نتيجه شنو؟ عوامل مرضيه وراثيه اللي سمعتها قبل شويه. عوامل وراثيه. عوامل وراثية، ارتباطها بيا كروموسوم، بالواي لو بالاكس اكثر شيء. بالاكس. وبالتالي راح يكون وين؟ بالفيميل وبالميل اكثر. بالفيميل اكثر. ليش بالفيميل اكثر؟ لانها 2x يعني ما يصير بالميل؟ يصير بس بالاناث اكثر. شنو الفرق؟ واذا صار بالميل العباس؟ لان الفرق الميل اكس والفيميل 2x. الميل اكس واحد؟ عافية. بس ويا واي، يعني اذا يريد يصير اكثر شده بالفيميل مور ذان ميل. يلا هاي مشاركه العباس. من عنده بعد ما مشارك؟
عافية من المشارك عشاق سلام عافية فقط المشارك نعم المشارك يلا نور الهدى حسين دكتور بالنسبة لسؤال زهرة قلت دور الكالسيوم عملية التجلط شيء يلا قولي يعني هسه أنا بحثت عنه اللي فهمته منه انه لما يصير فد انجري في الكالسيوم حيتنشط ولما يتنشط الكالسيوم حينشط عوامل تجلط الدم زين وش يسوي الكالسيوم الخطوة الأخيرة يعني يسوي خثرة كلوتينج شوف باو باو احنا اخذنا الكالسيوم بس اكو صدى بالصوت مو مشكلة اذا تغلقين المايك عادي اذا الكالسيوم يعمل على تنشيط كل العوامل اخر شيء الكالسيوم تشوفون له دور مع البروثرومبين حتى يتحول الى ثرومبين بالخطوة الاخيرة مع العامل الثالث هاي الكالسيوم يعني شلون يسوي هاي هو الفايبرين شنو الفايبرين فايبرين شنو وياي نور الهدى حسين نور الهدى حسين دكتور شارك يلا بما انه نور الهدى حسين صارت لها مشاركة نحول الى مشارك اخر من وطين الاسم عافية دكتور هو انا سألتني قبل شوية زهرة محمد لا بعد انت سويت لك مشاركة زهرة احمد انت قبل شوي لو زهرة محمد قبل شوي شاركتي نعم محمد كانت كاتب زهرة احمد هاي زهرة محمد واذا طلعتك زهرة احمد بس راح تقول ليش انا زين اكو واحدة رافعة ايدها يمكن راح ناخذ رؤى علي رؤى علي مو عندك مشاركات قبل رؤى علي عندك مشاركات لا دكتور بس الصبح شاركت مرة واحدة يعني تريدين ستار يلا روح علي تفضلي نعم دكتور الكالسيوم يتحد مع فاكتور اكس فاكتور بي يسوي البروثرومبين واضح شلون يسوي هالطريقه ليش مو البوتاسيوم ليش مو الصوديوم ليش الكالسيوم الكالسيوم هو فاكتور كلوتن من عوامل التخثر واضح عرفناه بالفقر انه كل عوامل التخثر صارت به لكن ليش بالخصوص الكالسيوم شنو اللي بيه هذا الكالسيوم يلا شكرا الى زهراء او رؤى علي من عنده بعد يريد يشارك عافية خليه يكتب لي الشات حتى اذكر بس اقدر داخل على هاي النقطة من هو اسمك رضا استاذ دكتور رضا لا انت شاركت رضا اعطي زملاء بس ما اعرف كثير ما شاركت دكتور عاد اجاوب لا مو قلت لك اعطي مجال للكثير اذا ما جاوبه راح اخليك بالاخير اخليك تجاوب تمام ترى انا ناصر الدين عافية طون اغلقوا المايك من يمك يعني انت من تتصل اغلق المايك وارفع ايدك جاي رفعون ايدهم اللي ما شاركوا رجاء اللي ما شاركوا حتى لهم حق لهم حق اللي ما شاركوا رجاء حتى اعرف حتى اليوم اعطيكم تقييم اخلص من عند زين بروتين زهراء حميد قدرين تحكين زهراء حميد ناصر الدين عندك انت يعني مشاركات السلام عليكم دكتور السلام ورحمة الله زهراء حميد عندك مشاركة سابقة زهراء حميد لا دكتور يلا زهراء حميد دكتور الكالسيوم اللي موجود بالعظام ينتقل للدم فيسوي يعني يزيد خطرة الدم كإيون هو يعني يعتبر فيتخلص من خلاله يتخلص من البليدينج هو يعني شنو هاي الصفة اللي بالكالسيوم انطيته هاي المشاركة شنو هاي الصفة الموجودة يعني باعتباره هو إيون يعني كل ما زادت الإيونات بالدم يزيد تركيز الدم ليش مو صوديوم ليش يعني الكالسيوم مو صحيح واحد يطرح هاي الفكرة ويطرح هاي أنا أقول النكتة العلمية ليش مو غيره ليش هو مو صحيح واحد يعني يقول ليش اللي الكالسيوم يعني اللي الكالسيوم شنو الصفة اللي موجودة بالكالسيوم اللي تطلع هاي الصفة اللي يفعل واخر شيء هم اشترك ماخذين عمليات تخثر الدم بال لأن هو يعني يحول الثرومبين للبروثرومبين للثرومبين بوجود العامل الثالث صح
ليش يعني ليش مو غيره؟ ليش إلا الكالسيوم؟ هو هذا سؤالي، ليش إلا الكالسيوم؟ ترى أجاوب؟ لا أعطينا مجال. والله زهراء محمد استوت جاوبت أنت يمكن مو زهراء محمد مو عندناك زهراء محمد وراح أعطيك ستار بس أخفي الجواب مالتك أخفي. يلا زهراء محمد أخفي الجواب مسحي سوي قفل عليه زين. من الجواب يلا فاطمة إسماعيل عدتش عدتش مشاركة فاطمة إسماعيل. السلام عليكم دكتور. سلام ورحمة الله. لا أقصد سابقا عدتش مشاركة حتى نطل البقية لهم دور عبر في اثنين. يلا فاطمة إسماعيل عدتش مشاركات سابقة فاطمة إسماعيل. نعم دكتور. تطين زملائك شوي الحق تطين زملائك شوي الحق عافية. يلا زهراء عدنان وراح اعتبرها لك مشاركة ما يقال. زهراء عدنان السلام عليكم. الروح الرياضية الروح الرياضية اللي تملكها فاطمة اسماعيل انطت الاسئلة الى البقية. يلا زهراء عدنان السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور. بس يعني عندي في السؤال احد عوامل البليدنج ديسوردر قلت اذا صار عندي نقص بالصفائح الدموية يعني نعم او النقطة الثانية قلنا اذا يصير عندنا فتخة بالفاكشن مالتها بالوظيفة يعني قلت اذا العدد طبيعي يظل بس يصير عندنا خلل بالوظيفة زين اذا هو العدد نورمال ظل طبيعي ليش يصير عندي خلل بالوظيفة يعني ليش تكون الوظيفة النورمال طبيعية. زهراء محمد طيتي تستار هاي خليتها قدامي تستار سين. ليش الوظيفة احنا قلنا هنالك بلتلت اجريجيشن سامعة بيها بلتلت اجريجيشن يعني بلتلت ادهيجن وياي راح الزهراء. نعم دكتور موجودة. نعم دكتور موجودة هنالك يعني هاي البلتلت موجودة لكن مثلا هنالك انتيبادي او اوتوميون ديزيز او انتيبادي او بروتين يرتبط بهاي البلتلت ما راح يساعدها على عملية البلتلت اجريجيشن لأسباب مختلفة. واضح ويا زهراء؟ نعم دكتور. يعني أنا قلت لكم يعني هي بيها نورمال وظيفتها نورمال مثلا بحالة مثلا نفرض الإنسولين ريزيستنس مقاومة الإنسولين السولين نورمال ما بي مشكلة لكن الريسبترات عددها قليل أو الريسبترات في التيشو في الأديبوس تيشو عليها فالإنسولين ما راح يصير عملية بايندينج والريسبتر بين البليتلت أجريجيشن حتى واحدة من العوامل قد تكون الريسبترات الموجودة بها هي بها في الديسوردر هسا كجينيتيك أو أنا أنيثينجز فهذه الحالة راح تكون عملية البلاتلت أجريجيشن نورمال لكن ما تبطي وظيفتها صح؟ يعني دكتور احتمال تكون عندنا خلل بالريسبترات مالتها ذلك تغير بالوظيفة اللي يساعدها على الادهيجن ادهيجن يعني الالتصاق واضح التجمع أجريجيشن نعم دكتور يعني فيها تجمع بس العدد مالتها يظل طبيعي نورمال بس هي من تتقارب تتنافر بس هذه أسباب كثيرة واضح؟ نعم دكتور هسه صار واضح شكرا. هسه مداخلتك وتوضيحك راح يكون لها مشاركة. من عنده بعد عباس عبد الكريم معطينا مجال بعد من علي سلام يلا علي سلام اغلق المايك اغلق يلا علي سلام. نعم دكتور السلام عليكم. يلا عليكم السلام. راح اسالك انا شو اما مشاركه او مداخله لا او سؤال يكون عندي سؤال عندي يلا تفضل تفضل بس على موضوع الاي ان ار اي ليش من يزيد فوق الخمسه يصير مزيد عد يا بابا دكتور بس خلي بدون مايكات اغلق المايك عافيه اغلق المايك انا اعتمد عدشات عيني اعتمد عدشات